من صوار التحرير، واي التفاف على هذا ما غير معترف به. تتعامل اللجان الشعبيه غدا يوم الجمعه اذا حد سيحتك احتكاكات بين القوى السياسيه؟ والله ما اولا احنا بنرفض اي احتكاكات، فاذا كان بيحتك يبقى مندس. احنا بنتعامل مع المندسين تعامل واضح، اذا كان يريد تعامل المندسين فهو الذي يختار، اما اذا كان يريد تعامل الثوار فنحن نرحب به وكلنا قلوب صغيرة. اقتراح مقدم بتمكين لجان مختصة تتعامل مع المحتكين، هل جاري تنفيذ هذا الاقتراح؟ لا 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 غير صحيح على الاطلاق، احنا ثوار وهم سائرون قادمين يعني الينا ومن حقهم يحققوا هدفهم، احنا يا سيدي لسنا بلطجية. احنا ثوار. اي احتكاكات خارجيه؟ بالفعل لا 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 هم مش اي احتكاك بين لا اولا اللي هم بلطجيه ولا احنا بلطجيه يعني. ردا على سؤال معاليك، ليس كل الاسلاميه او السياسيه المختلفه يعبرون عن انتباهات جميع الافراد المنتمين اليه، وممكن ان يحدث من فرد او اكثر بعض الاحتكاكات. كيف سيتم التعامل بضبط النفس؟ هيتم التعامل بضبط النفس. مفيش مشاكل يعني، هو لازم نظبط النفس. شكرا جزيلا. شكرا.